عايز اقول لك حاجه، هو شريف اللي بيطلع في برنامجه على الشاشه مش هقول مختلف، بس بطلع بوجه طفولي في شويه براءه، لان برنامجي برنامج ترفيهي للاسره المصريه. يعني حتى جاي لك النهارده انا في البرنامج اعمل شعري بالسشوار ومظبط نفسي عشان انت متشيكلي. عشان انت شيك زياده حبيبي وبرنامجك ذوقك. شيك زياده، بس انا في برنامجي ما بطلعش كده، انا بطلع ايوه كاجوال وعلى كاجوال قوي طبيعتك وما اكتر بسرحش شعري اصلا وكده. يعني لكل مكان ليه وقته وليه ظروفه وليه لبسه زي ما بيقول. وانا في حياتي كمان هادي، مش بقعد ارقص واتنطط. الناس مثلا ما بروح فرح، ما انت بتعمل كده في البرنامج، البرنامج ده اكل العيش بتاعي، بعمل شو انترتينمنت شو. لكن لما هروح مكان، ولو رحت ده قناع البرنامج ممكن اقول لك شريف بحس ان انت زي القطر اللي ماشي على قضيب متجه باقصى سرعه، مش مهم هيوصل فين، بس المهم انه يوصل بنجاح ايا كانت المحطه. يعني حياتك كلها صدف في صدف، بقيت حتى مذيع بالصدفه. فعايزه اسالك اول سؤال، كنت من عيله ومن اسره ميسوره الحال، ليه لما ما تحققش حلمك طبعا في فنون جميله ودخلت تجاره اخدت فلوس العربيه فتحت بيها مصنع؟ مش حافظه كل حاجه. ايه التفكير ده؟ تفكير تجاري. لان ابويا تاجر وكان عندنا محلات وما زال، فمن وانا صغير كنت بنزل معاه الشغل. وفتره من الفترات كانوا بيسافروا هو والدتي بره، كانوا بيستوردوا هدوم وحاجات كنت بسافر معاهم. فعندي حته التجاره في دمي. فلما ما دخلتش فنون جميله، وكان كنت عايز اخش الجامعه الامريكيه وبعدين فنون جميله، ولا دي نفعت ولا دي نفعت. فلما دخلت التجاره احبطت شويه، فقلت لا مش عايز احبط بقى، انا لازم اعمل حاجه انا بحبها. فوالدي كان هيجيب لي عربيه، فالعربيه كانت برقم، فخدت الفلوس دي عملت بيها مشروع لتصنيع ملابس البنات في الازهر، في شقه في الازهر. وفضل شويه فلوس جبت عربيه كانت صغيره قوي، ولا فيها تكييف ولا ازاز بالكهرباء ولا الكلام ده، الكلام ده سنه 91. وبعدها بسنه اشتريت عربيه واشتريت شقه بفلوس. انا من وانا عندي 19 سنه والدي ما اداليش جنيه لغايه دلوقتي. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.